يعني قبل دقائق من الآن، ربما قبل نصف ساعة، شنت 3 غارات عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية. ربما هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة الغارات التي تشنها إسرائيل على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. ظهرا كان هناك عدد من الغارات أيضا على عدة مناطق داخل الضاحية الجنوبية، من بينها كما ذكرت المقر الإعلامي لحزب الله، والذي أعلن أنه لم يتضرر أحد هناك ولم يكن هناك إصابات بسبب أن هذا المبنى مخلى تقريبا من السكان. وكانت الضاحية الجنوبية قد شهدت أمس ليلة ساخنة 17 غارة شنتها إسرائيل على منطقة الضاحية الجنوبية، تضمنت عدة أحياء وعدة مناطق من بينها الشويفات، حارة معوض، حارة حريك، الغبيري أيضا، يعني عدة مناطق استهدفتها الطائرات الإسرائيلية والبوارج الحربية أيضا التي قصفت هذه المناطق في الضاحية الجنوبية ليلة أمس. استكملت إسرائيل هذه السلسلة بمجموعة من الغارات ظهر اليوم، وأيضا قبل نصف ساعة من الآن كانت هذه الغارات العنيفة على منطقة الليلكي التي تظهر من خلفي الآن، وربما يعني تشاهدون الدخان المتصاعد جراء هذه الغارات الجديدة قبل الآن. ربما نشهد الليلة ليلة ساخنة أيضا تشبه ليلة أمس بسلسلة الغارات، على اعتبار أن هناك تصعيد كبير بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله في هذه الأثناء.